اليوم مستمعينا في شهوات البيضة المغربية غادي نقترح عليكم كيك رولي بالليمون والشوكولات، يعني الملفوف ديال لاجينواز بالليمون والشوكولات، وكتجي مميزة جدا ونتمنى على أنكم تجربوها. بالنسبة للمقادير ديال الجينواز، غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات، 150 غرام ديال السنيدة، 150 غرام ديال الدقيق الفورس يكون من النوع الجيد الخاص بالحلويات ويكون مغرب المزيان. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجوا 1 ياغورت بالمذاق ديال الفاني، ونص زلافة ديال الشوكولات، يعني الشوكولات من النوع الجيد الخاص بالحلويات. وللتزيين نحتاجوا كاس كبير ديال عصير الليمون، 2 المعالق كبار عامرين ديال النشا، وشوية ديال الشوكولات للتزيين، وشوية ديال القشور ديال الليمون معسلين للتزيين. بالنسبة للطريقة باش نحضروا كيك رولي بالليمون والشوكولات، بالنسبة طريقة سهلة، أول حاجة غادي ناخدو دوك 6 ديال البيضات، غادي نخلطوهم مزيان ونطربوهم مع 150 غرام ديال السنيدة. نبقاو نطربو هادوك 6 البيضات مع 150 غرام ديال السنيدة حتى الخليط يولي كريمي ويتضاعف الحجم ديالو. عاد ديك الساعة نضيفو 150 غرام ديال الدقيق الفورس من النوع الجيد، وملي ندخلو الطحين غادي نبداو نحركو غير بمعلقة ديال الخشب، ما كنعاودوش نطربو فاسير باش تصدق لينا لاجينواز بسهولة. هو انه ديك 6 البيضات نطربوهم مزيان ونطلعوهم مع 150 غرام ديال السنيدة حتى يولي الخليط كريمي، وديك السنيدة تذوب في البيض ويتضاعف الحجم ديال هذاك الخليط. عاد كنضيفو ديك 150 غرام ديال الدقيق الفورس، و ديك الساعة كنتوقفوا على التخلاط أو التطراب، وكنبقاو نخلطوا غير بالمعلقة ديال الخشب، وحنا كنحركوا من تحت الفوق غير بشوية باش داك الطحين كيتخلط مع هادوك المقادير، وكنحصلوا على عجين ديال لاجينواز اللي ناخذوا اللاطة ديال الفران مفرشة بورق سيلفوريزي، والورق سيلفوريزي ندهنوه بالزبدة أو بالزيت، ثم كنفرغوا هذاك العجين ديال لاجينواز، والفران كيكون سخون من قبل، وكندخلوها الفران ونوقفوا حداه من الافضل، لانه لاجينواز سهله دغيا كطيب تقريبا 7-8 ديال الدقائق كتكون واجده، وكنخرجوها. ملي نخرجوها نخليوها غير دفى شويه، هي مازال سخونه ولكن تكون دافيه شويه، نكونوا موجدين واحد السربيته اولا منديل اللي غادي نغطسوه في الماء، عصرناه مزيان فازق وعصرناه مزيان، ونديرو في التحت ونديرو فوق منه هاد لاجينواز باش هذاك الكاغيط اللي درناه في التحت ملي نكونو كنجروه نجروه بسهوله من الفوق ديال هذاك السربيته بسهوله، كيتبعنا هكا ما كنبقاوش يعني واحلين معاه اولا كنلقاو معاه شي صعوبه، وكيخرج لينا غير ديك لاجينواز بوحدها مفرقه على هذاك الكاغيط. فكيف قلنا نخليوها بهذه الطريقه ملي كنحيدو هذاك الكاغيط ديال ورق الطهي، وكنخليوها واحد شويه نرجعوا ديك لاجينواز هكا مبسطه، وكنمشيو كنديروا الحشوه. ناخذوا داك كاس ديال ياغورت مع نص زلافه ديال الشوكولات، هو اننا غادي نذوبوا داك الشوكولات الاسود الخاص بالحلويات، نذوبوه على طريقه حمام مائي على عافيه مهيله، ونبقاو نحركوا حتى يذوب لينا الشوكولات خارج العافيه. ملي يذوب داك الشوكولات كنديروا داك الياغورت بالمذاق ديال الفاني، كنخلطوا كنحصلوا على واحد الصلصه ديال ديك الشوكولات، صلصه الشوكولات اللي غادي نديروها الفوق ديال لاجينواز، وكنبقاو نبرمو بحال كنلفو، كنبقاو غاديين بحال شكل ديال الشناك، كنبقاو نلفو حتى كتولي طويله، ونحاولوا داك صلصه ديال الشوكولات ما نوصلوهاش حتى للجناب وتبقى تسيح لينا وحنا كنبرمو، لانه فوق ما غادي نبقاو نضغطوا على ديك الحلوه ديك الملفوف وحنا كنبرمو ممكن تبقى تخرج لينا من الجناب. فنحاولوا نايطاليوها غير في الوسط ونبسطوها، اما بسباتول ولا بمعلقه، ونبسطوها مزيان، والفراغ نخليوه في الجناب على اليمين وعلى اليسار باش ملي نبرمو هذاك الملفوف بسهوله وبلا ما يسيح لينا من الجناب. نبقاو غاديين حتى نكملوا، وديك الساعه بقات لنا غير هذيك الطبقه الفوقانيه اللي منسمه بالليمون اللي غادي نديروها من الفوق. غادي ناخذوا كاس كبير ديال عصير ديال الليمون، من الافضل ناخذوا الليمون نعصروه طبيعي، يكون يعني طبيعي الليمون طبيعي ونعصروه، ناخذوا منه كاس كبير داك جهد كاس ديال اللي كنشربوا فيه نيت العصير داك الكبير. غادي نديروه في كاسرونه على عافيه مهيله مع 2 معالق كبار ديال النشا يكونوا عامرين، كنخلطوا كيف قلنا داك 2 معالق كبار ديال النشا في كاسرونه على عافيه مهيله مع كاس كبير ديال عصير ديال الليمون. ملي كيبدا يتقال لنا داك الخليط صافي مباشره كنصبوه فوق هذاك الملفوف ديال لاجينواز، وكنعاودوا نغطيوها من الفوق مره اخرى بهذا الخليط نيت باش كتعمر كتونغوبا كامله كتغلف بهذاك الخليط، ونخليوه في الثلاجه حتى كيبدا يقبط راسها شويه. وديك الساعه ممكن ناخذوا شويه ديال الشوكولات، اما حبيبات الشوكولات ونرشوهم، اما شويه ديال الشوكولات نذوبوه ونديروه في يعني هكا على شكل خطوط بطريقه عشوائيه، فكتجي ممتازه، ونزينوا بالقشور ديال الليمون معسل. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح، وبالصحه والراحه.